معي من جدة دكتور هشام مروى، عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور هشام. إذا ما انطلقنا بتقارير سابقة وما تبعه، تبعت التقارير السابقة من لا شيء وفق كثيرين، هل مهم هذا التقرير؟ مساء الخير لك وللإخوة المشاهدين. أهلا الحقيقة وسهلا. استمرار صدور هذه التقارير على درجة عالية من الأهمية. على العكس، التقصير في رصد هذه الجرائم وهذه وإصدار هذه التقارير الحقيقة يسيء إلى تضحيات شعبنا. هذه التضحيات الموثقة بالتأكيد ستكون، وخصوصا عندما تأتي من جهة ذات مصداقية، ستكون أساس لتحريك دعاوى قضائية بحق المجرمين. طال الزمن أم قصر، لابد أن يحاسب المجرمون. صحيح، طبعا نحن يعني لا نقلل من أهمية ملاحقة المجرمين، وحتى لو كان هذا لا يعوض عن أي لأي أحد ممن فقد من أناسه وأقربائه، ولكن أعني بأنه لا توجد، ودائما في ملامة بأنه لا يؤخذ أي خطوات بعد هكذا أرقام وتقارير موثقة. تقصير المجتمع الدولي في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة، هذا لا يمنع إطلاقا أن يتخذ في يوم من الأيام بوجود التوثيق، يتخذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب. طال الزمان أو قصر، سيكون هناك تحول، تغيير سياسي، تحول في المجتمع باتجاه العدالة الانتقالية. هناك ستفتح هذه الملفات وسيحاسب كل من ارتكب جرائم على هذه الجرائم، فيأتي التوثيق كخطوة مهمة جدا ولازمة من أجل العدالة الحقيقية، حتى لا تضيع دماء هؤلاء الناس ولا جهودهم، وبالتالي لا يمكن تحقيق الاستقرار في المجتمع بدون محاسبة المجرمين. استقالة ديل بونتي كيف تبعتموها دكتور هشام؟ هل تعتبرونها إلى حد ما، إذا أردت، غير مشجعة؟ على العكس تماما، دي بونتي اللي حكمت للرئيس يوغوسلافيا الاسبق وحكمت عليه، متحمسه جدا لقضايا حقوق الانسان وناشطه جدا في قضايا حقوق الانسان، لكنها تريد ان توجه رساله للمجتمع الدولي وخصوصا اعضاء مجلس الامن انكم مقصرون بحق هذا الشعب العظيم الذي قدم هذا ما قصدته، يعني ان تستقيل وان تدين، يعني طبعا جيد ان تدين، ولكن هل هذا ممكن ان يربط باي طريقه او باخرى بيأس من أي تحرك تجاه جرائم الأسد بسوريا؟ يعني أولا أن يكون هناك يأس هذا مستحيل، لكن بالنسبة للسيدة كارلا عندما اتخذت هذا القرار، نحن نتفهم أنه سيكون قرارات من شخصيات حقوقية مثلها أيضا، من أجل أن تضغط على المجتمع الدولي أن تحول الضغط السياسي، الضغط الحقوقي، الضغط الإنساني إلى ضغط على الرأي العام. المنظمات الحقوقية ستتحرك، سيكون هناك الآن سؤال عريض، المجتمع كله، المجتمع الدولي، المجتمع المحلي كله يسأل لماذا هذه الشخصية الحقوقية تتنازل عن تستقيل وتقول أن مجلس الأمن غير حريص على تحقيق العدالة، حركت ملف تحريك العدالة، وبالتالي هذه الضغوطات الدولية بالتأكيد سيكون لها أصداء عند المهتمين بهذه المسائل في المجتمع الدولي. ليست يأس بقدر ما هو تحريك المياه الراكدة، دفع باتجاه الأمام. على سبيل المثال، لو كان هناك أيضا شخصيات حقوقية قدمت احتجاجاتها المرة تلو المرة ثم تأخرت الاستجابة إليها، الاستقالة هي وسيلة من وسائل الضغط وليس عملية يأس. هذا ما يمكن أن نفهمه من تصرفات، يعني ممكن أن تغير من استراتيجية مجلس الأمن هذه الاستقالة، خاصة بأنه اللجنة قالت بأنه ديل بونتي كانت قد أخبرتها بالأمر بمنتصف حزيران، وأكدت أن العمل سيتواصل. ممكن أن أيضا تشكل هذه الاستقالة ضغطا أكبر لتحرك حقيقي من قبل مجلس الأمن؟ يعني أنا أتفق معك على أنه تحرك، أما أن تكون تؤثر على استراتيجية مجلس الأمن، للأسف مجلس الأمن تؤثر عليه المصالح السياسية، ولذلك لكن استمرار الضغط الإنساني بالتأكيد سيؤثر بشكل أو بآخر، بالتأكيد سيدفع باتجاه تراكم هذه الأعمال كلها، هذه الضغوطات بالتأكيد سيكون له تأثير في يوم من الأيام، طال الزمان أم قصر. تشاركون أنتم بهذه الملفات والتوثيقات طبعا دكتور هشام، هل ممكن أن نتحدث باختصار عن هذا الموضوع وإلى أين تذهب هذه الملفات؟ طبعا يتم تحديثها دائما، نتحدث بهذا التقرير اليوم عن تموز، عن مجازر تموز. يعني أنا أؤكد لك الحقيقة، هذه منظمات أقول ذات الجدية والمصداقية السورية والدولية تقدم الحقيقه ماده مهمه جدا لبنك المعلومات الذي انشاه الامم المتحده من اجل توثيق الجرائم وتحديد جرائم الحرب في سوريا.
ايضا في اللجنه القانونيه للائتلاف هناك عمل جاد على توثيق هذه الجرائم. من ايام صدر تقرير من اللجنه القانونيه حول التغيير الديمغرافي في سوريا وفي دمشق بالتحديد، ويعني الاعمال مستمره تقدم هذه الوثائق وهذه المستندات عاده الى محكمه العدل الدوليه، الى منظمه العفو الدوليه، الى منظمه مجلس حقوق الانسان في الامم المتحده. توثيقها ووجودها كوثائق هنا يساعد كما قلت على ابقاء هذه الملفات حيه ومعتبره امام جهات ذات مصداقيه، نعم. مقابل ان تكون قابله للاستفاده منها وتحريك الدعوه ضد المجرمين كما قلت طال الزمان وام قصر. انا اشكرك جزيلا من جد دكتور هشام مروه، دائما على المشاركه معنا، عضو اللجنه القانونيه في الائتلاف الوطني السوري.